سننجز اليوم بطاقة المراجعة لامتحان الفصل الأول في القواعد للصف الأول الأساسي. السؤال الأول: أجمع الأحرف لأحصل على صوت طويل. المجموعة الأولى: ما هو الحرف الأول يا حسن؟ والحرف الثاني تحت. لو جمعنا الباء مع الآء على أي صوت طويل سنحصل؟ أحسنت، هيا أكتب. صفق له. المجموعة الثانية: علي، الصوت الأول والصوت الثاني تحت. إذا جمعنا راء مع ياء على أي صوت طويل سنحصل؟ ري. أحسنت، صفق له. المجموعة الثالثة: هادي، دا مع ياء ماذا تصبح؟ أحسنت، دي. أكتبها، أكتب دي يا هادي، صفق له. السؤال الثاني: أجمع الأصوات في كلمات. المجموعة الأولى: راما، اقرأ الصوت الأول والحرف الثاني. لو جمعنا دا مع رو ماذا أصبحت الكلمة؟ دار. أحسنتي، صفق لها. المجموعة الثانية: تحت زهراء، الحرف الثاني را، ماذا أصبحت؟ سارة. أحسنتي، صفق لها. المجموعة الثالثة: مصطفى، بو بي، ماذا أصبحت الكلمة إذا؟ بوبي. أحسنت، صفق لها. المجموعة الرابعة: تحت حسن، مغنيه، ماذا أصبحت؟ داري. أحسنت، اكتبها، صفق له. السؤال الثالث: ألف، أجمع الأحرف في كلمة. المجموعة الأولى: لانا، دروب. أحسنتي، صفق لها. المجموعة الثانية: علي، ربابة، علي حشوش، ربابة. أحسنت، صفق لها. سوف أجمع الكلمات في جملة الآن. من يستطيع لي أن يجمع؟ حسن دايف، صفق له. ماذا نضع في نهاية الجملة؟ السؤال الرابع: أضع علامة خطأ بعد الكلمات التي لا تشكل جملة. وقف أمام نديم داره محمد. محمد سلهب، تشكل جملة؟ لا. إذن ماذا أضع في المربع؟ خطأ. أحسنت. بنى نادر منزلا جميلا، تشكل جملة؟ أجل. هل أضع خطأ في المربع؟ لا. شرب توت شراب ساري، لا. تشكل جملة يا عاطف؟ تشكل جملة؟ إذن أضع خطأ في المربع. السؤال الخامس: أرتب الكلمات في جملة مفيدة. وقف أمام نديم داره ونقطة. علي، نعم. الكلمة الثانية، ارفع صوتك حبيبي. وقف ماذا نضع في نهاية الجملة؟ نقطة. نقطة، أحسنتم.
السادس، أولاً أحوك كل كلمة. محمد سلهب، الجملة الأولى: حمل باسم طابة حمراء. ضع دائرة حول كل كلمة. الجملة الثانية: راح إلى المدرسة. لانا: الجملة الثالثة: لعب باسم مع هادي. لميس: أضع النقطة الناقصة في كل جملة. في نهاية كل جملة سوف أضع النقطة الناقصة. محمد عبود، عفوا حيدر عبود، ضع النقطة الناقصة في نهاية كل جملة. جاء، اكتب في الدائرة عدد الكلمات في كل جملة. الجملة الأولى كم كلمة؟ لميس: أربع كلمات. أربع كلمات، إذن اكتب الرقم أربعة في الدائرة. الجملة الثانية: ثلاث كلمات، إذن اكتب الرقم ثلاثة. الجملة الأخيرة: أربع كلمات، إذن اكتب الرقم أربعة في الدائرة. كم جملة في هذا النص؟ أخبرني يا محمد. أربعة جمل. في هذا النص كم جملة؟ ثلاث جمل. ثلاث جمل. واحد، اثنان، ثلاثة. إذن كم جملة؟